اول اكله معانا لسه برضو بنكمل فيها اكل المدارس او افكار لسندوتشات المدارس بطريقه نظيفه احنا اللي عاملينها في البيت. حاجه جات لنا عليها طلبات يمكن بقالها كده شهرين ثلاثه الناس بتطلبها مننا على الصفحه وهنا. لانشون الفراخ معمول في البيت هنعمله النهارده بمنتهى البساطه والسهوله وبنظافه بايدنا الحلوه لاولادنا في البيت. لاول صنف معانا لانشون الفراخ هنشوف المقادير والطريقه مع بعض. معانا اللانشون الفراخ معانا نص كيلو صدور فراخ مفرومه، نص كيلو وراك فراخ مفرومه، 8 مكعبات جبنه كريمي او المثلثات ما يجراش حاجه خالص، 4 بيضات كبار، تلت كوب زيت، تلت كوب دقيق شوفان كان شوفان وانا طحنته، مكعب كبير مرقه مبشور، معلقه كبيره من كل حاجه، ثوم بودره، بصل بودره، لا البصل معلقتين، الثوم معلقه، كزبره ناشفه، حبهان مطحون، وبابريكا وزنجبيل بودر، ومعانا بقى معلقتين صغيرين ملح، معلقه صغيره ملح، ومعلقتين كبار بصل بودره، وثلاث معالق كبار باربيكيو صوص، ومعلقتين فلفل اسود حب او زيتون شرايح علشان اللانشون نحشي بيه اللانشون يبقى زي الجاهز بالظبط. اول حاجه بس انا معايا هنا هنبدا بقى معانا في الوصفه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده يكون عندي كبه او خلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه تكون الفراخ مفرومه، مفرومه ناعم، وراك فراخ مخليه من الجلد ومن العض ومفرومه ومهروسه ناعم كده خالص، وطبعا لو فيها اي حاجه عروق او حاجه بنشيلها او العظم بتاع المفاصل بتاعه الفراخ بنشيلها. كده ببدا في الكبه، اخد ادي الوراك وادي صدور مفرومه، احنا شايفين طبعا الوان الصدور عن الوراك بتبقى باينه ازاي، لحم الوراك دايما بيبقى غامق سنه كده اهو، ولحم الوراك الصدور جنبيه اهو فاتح شويه بيبقى لونه بامبا كده فاتح، تمام؟ يبقى ادي الصدور وادي الوراك، ناخدهم على بعض كده بالشكل ده في الكبه علشان نخلطهم ويا بعض. هنحط بقى معاهم ايه؟ على طول من غير اي حاجه هننزل عليهم البيض اللي معانا اهو. طبعا دول نص الكميه لان انا عامله نسخه. ادي الجبنه اهو. 8 مكعبات للكيلو كامل على بعضه، انا عامله هنا عامله نصه، ادي كده ايه 4 مكعبات. هاخد ادي مكعب المرقه اهو، اخد منه جزء، ممكن اخده كله ما احطش ملح كتير، لان احنا طبعا زي ما قلنا مكعب المرقه لازم نخلي بالنا ان هو بيبقى حادق شويه لما نيجي نحط ملح يبقى الملح قليل. هنا هحط الفلفل الاسود بالشكل ده، رشه كده خفيفه فلفل اسود. هاخد هنا ادي الثوم البودره، ده الثوم البودره، وادي البصل، حبهان المطحون اللي الكزبره الناشفه، الحبهان المطحون، البابريكا، وادي الزنجبيل البودره بيدي ريحه في منتهى الجمال. الو الو الو، ايوه ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. فاكراني ولا نسيتيني؟ اه طبعا من الحلقه اللي فاتت. النهارده بقى النهارده بنعمل اللانشون الفراخ اهو. ايوه ما انا متابعاكي وشفتك امبارح على قناه الناس. ربنا يخليكي. ما شاء الله زي العسل. ميرسي جدا يا اسماء، شكرا يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي. ليكي طلبات تانية النهارده معانا يا اسماء نقولها لك؟ لا انا كنت متصله اسلم عليكي بس. يا حبيبتي متشكره جدا ليكي ولذوقك، وتابعي النهارده بقى الحلقه فيها حاجات جميله جدا جدا. شكرا ليكي يا اسماء. هنا انا حطيت كل المكونات على بعض، حطيت الفراخ المفرومه الصدور والوراك، وحطيت الجبنه، وحطيت البيض، وحطيت التوابل كلها مع بعض اللي هي كانت معالق معالق كده من الجزء. بس عايزه اشوف هنا كده اهو بدات تغلي، بص حضرتك كده بدأت تغلي بقى هنا كده معايا اهو. هبدأ كده يبقى الميه كده غمراها من كل اتجاه اهو بالشكل ده. لو في جزء لفوق شويه وجزء مغمور في الميه نسيبها ربع ساعه ونبدأ نقلبها على الناحيه الثانيه. انا هبدأ هنا اهدي النار عليها شويه للوسط كده واسيبها تغلي برده على النار.
تمام. يبقى احنا هنا نرجع بقى للبرجر بتاعنا. انا اللانشون انا هنا حطيت كل المكونات بالتوابل بكل حاجه. لسه عندي الدقيق لسه ما حطيتوش اللي هو دقيق الشوفان، كانت نص كوبايه شوفان عادي جدا من اللي بيتباع الخشن، انا جبته في مطحنه التوابل طحنته، طحنت مثلا بتاع ايه نص كوبايه الدقيق طحنتها خالص بقى ناعم زي ما احنا شايفينه كده. هو مفروض يتعمل بدقيق عادي، انا قلت عشان ازود القيمه الغذائيه احط له دقيق شوفان بدل الدقيق العادي، نحط دقيق شوفان. هنبدا بقى نخلط معانا لسه الزيت، هحط تلت كوبايه زيت وهحط الدقيق بس لما اخلط المكونات دي على بعض. اندمجوا كل المكونات، اندمجت كويس جدا مع بعض. هبدا بقى اضيف الزيت وبعدين اضيف الدقيق بتاع الشوفان. طبعا اللي ما عندوش شوفان او ما بيحبش مثلا يحط الشوفان يحط دقيق ابيض عادي من الدقيق بتاعنا العادي جدا، تمام. بس انا قلت ده بما ان احنا بنعمل حاجه بقى نظيفه في البيت وصحيه وامنه وما فيهاش مواد حافظه، بدل الدقيق الابيض نحط لهم دقيق شوفان يديهم قيمه غذائيه عاليه. هنا كده بالشكل ده هبدأ أخفق تاني عشان يندمجوا كلهم مع بعض. بس بالشكل ده. عايزه بقى اوري حضراتكم بقى عامل ازاي بقى في منتهى الجمال اهو. تمام، شايف حضرتك بقى عجينه عامله ازاي. تمام، هنبعد بقى الخلاط كده خلاص مش عايزينه، بعده كده. انا هشتغل هنا. هنا انا معايا بلاستيك رول بلاستيك اللي هو البلاستيك الغذائي، انا فرداه هنا بصراحه يعني بشكر سعيد فردهولي لان انا ما بعرفش اتعامل معاه لوحدي، احنا عارفين ان هو بيلزق لازم يعني نثبته الاول قبل ما نشتغل. رخامه نظيفه فردنا عليها البلاستيك بالشكل ده. هعمل ايه؟ هاخد جزء، ده جزء من العجينه بتاعتنا، وهوري حضراتكم القوام بيبقى عامل ازاي. طبعا ما عنديش انا بقى كبه كبيره كده بس انا فرمته، فرمت الفراخ مثلا عند الجزار او عند الفرارجي نقول له فرمه لنا بالمفرمه اللي تبقى عنده، وخدتها في شفشق الخلاط اخلط كل المكونات السايله البيض والجبنه والزيت مع بعض. بعد ما اخلطهم جامد جدا ابدا احطهم على الفراخ المفرومه مع التوابل وافركهم كويس جدا، وهيديني برده نفس النتيجه بس لو عندنا كبه يبقى افضل يعني بالشكل ده. هاخد كده جزء منها، دول برضو هيعملوا لي رولين زي اللي ايه اللي انا عملته. هو كيلو الفراخ بيعمل الكيلو على بعضه النص والنص مع التوابل ومع الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها، بيديني تقريبا اربع رولات او خمس رولات لو احنا هنصغره شويه بالشكل ده. انا عملت كده بالظبط، عايزه بقى احشيه بحاجات متنوعه. معايا مثلا الفلفل الاسود، احنا عارفين طبعا اللانشون اما بنجيبه بيبقى فيه كده حبوب فلفل اهو، بس الفلفل ما بجرشوش مع السكينه بتاعه الكبه عشان ما يتكسرش بالشكل ده. نحط معلقه صغيره كده حبوب فلفل اسود، تمام، ونقلبه كده اهو في بعضه بالشكل ده اهو، اقلبه كده اهو في بعضه. وانا بقلب اعمل ايه؟ ابدا اضغط اللحم على بعضه كده عشان ما يبقاش جواه فراغ، ما يتكون ليش فيه فراغ، لما يستوي نلاقي كده فيه فتحه من جوه بالشكل ده. وهقول لكم كمان على فكره انا عملتها في البيت ان شاء الله اعرضها لكم الحلقه الجايه. فاكرين عجينه الناجتس اللي كانت معانا في الحلقه اللي فاتت اللي احنا عملناها؟ اتبقى عندي حته عجينه، اعمل بيها ايه بقى العجينه دي؟ رحت واخداها ولفاها زي ما انا عملت كده بالظبط، عملتها رول لانشون، طلعت في منتهى الجمال وطعم روعه اهو.
بالشكل ده. هبدا بقى الم كده بالشكل ده، الم ادي الفراخ على بعضها اهو كده بالشكل ده اهو تمام. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اخد ده بقى كده اهو، ابرم ابرم اهو، ابدا كده الف بالراحه جدا، واخلي طبعا الجناب دي ابقى ماسكاها كده في ايديا الاطراف دي علشان ما تفتحش مني. هعمل ايه؟ هبدا بقى زي البونبوني كده اهو اهو البونبوني زي التوفي كده. هنبدا كده اهو من هنا ومن هنا، هثبت دي كده من تحت وابدا اخد من فوق الفها كويس جدا برضو من هنا كده اهو، بقت زي البونبونايه، واضغط عليها من الجنبين علشان يتضغط اللحم على بعضه ما يبقاش جواها فراغات خالص اهو بالشكل ده اهو كده. وابدا اربطها ربطه كده اهوت عشان اتاكد ان هي ايه سليمه 100%. بس كده وعلى حضرتك. مخرج مدلعني جدا، يعني عايزه اقول لكم يعني احلى صباح والله بصطبح بيه وبكل الناس اللي موجوده ما شاء الله عليهم كده بالشكل ده. بعد كده هنعمل ايه؟ هجيب ادي هنا كده ورقه فويل همسك بالشكل ده، هبدا برضو الف كده كده اهو تمام، وهعمل كده برضو بونبونايه، برضو بونبونايه ملبسايه شوكولاتايه الحاجات اللي بتبقى متغلفه كده اهو بالشكل ده، وامسك ايه اقرص كده عليها جامد عشان تبقى متماسكه معايا ما تفك. لقيت ان الورق خفيف الف كمان دور تاني ما يجراش حاجه. ادي كده اول واحده اللي احنا عملناها بالفلفل الاسود. هنطلع فاصل بقى صغير، هفرد بلاستيك تاني ونرجع عشان نعمل كمان الحشوه بتاعت الزيتون ونشوف هنعمل الصنف التاني ايه. ثواني وراجعه لكم تاني، انتظرونا. قبل الفاصل عملنا واحده بالفلفل الاسود، عملنا لانشون فراخ بالفلفل الاسود، ودلوقتي هنعمل اللي هنحط فيه الزيتون. طبعا الزيتون ناس كتيره جدا بتحب اللانشون اللي بالزيتون اهو، سهل جدا. دي زيتون زيتون اخضر مخلي وطبعا مغسول ومشطوف كويس جدا اهو بالشكل ده، ومتقطع الحلقات بتيجي طبعا تخينه من السوبر ماركت، احنا ايه مقللينها شويه يعني مرفعينها شويه، لان دايما عاده بيبقى الزيتون اللي في اللانشون بتبقى الحلقات بتاعته خفيفه ما بتبقاش تخينه قوي كده وماسكه نفسها قوي. بس بالشكل ده عشان نحط كتير، ونراعي طبعا ان احنا حاطين ملح علشان ما يبقاش حادق جدا، يعني اللي احنا هنعمل فيه زيتون ممكن نبقى مقللين الملح منه شويه اهو بالشكل ده. ادخل كده الزيتون جوه اللحم بتاع اللانشون معايا كده جوه العجينه بس كده بالشكل ده. هبدا برضو نفس الشكل اللي احنا عملناه قبل كده، الم كده العجينه على بعضها بالشكل ده، واخلي الاطراف من الجناب علشان تبقى ايه متساويه. دايما اضغط كده اهو بالشكل ده، اضغط اهو، شايفين قوام العجينه بتسيب مكان البلاستيك ازاي؟ عجينه متماسكه جدا جدا بالشكل ده. هبدا كده اهو، هبدا بقى الف برده، وبرده الجناب اخدها في ايديا كده علشان اتاكد ان هي استوت ان هي هتستوي كويس اهو بالشكل ده. الحروف هلفها كويس جدا برضو زي البونبونايه كده بالشكل ده، ومن الناحيه التانيه اهو كده. يبقى دي واحده عملناها بالفويل، هسيب دي كده مكشوفه معايا علشان نعرف ان هي لانشون فراخ، وبعد كده انا طبعا هلفها قبل ما اسلقها بالشكل ده. هنشوفها شايفين اهو، ميه احنا محضرينها
بتغلي على النار. اللانشون بعد طبعا ما بنعمله بنلفه بالطريقه دي اهي كده اهو اللانشون كده. هبدا اعمل ايه؟ هنا عندي الحله فيها ميه بتغلي، تمام؟ هبدا انزله في الميه بالشكل ده. طبعا احنا كل الحاجات دي هنعملها مع بعض بس عشان يطلع معانا اخر الحلقه. هنا اتحط اللانشون او الرولات اللي احنا جهزناها اتحطت في ميه مغليه هتغلي لمده 45 ل 60 دقيقه، يعني من ساعه الا ربع لساعه غليان في الميه. اول ما هتبدا تغلي معانا هبدا اهدي النار للوسط وهسيبه يستوي على مهله اهو زي ما احنا شايفين كده في الحله، تمام اهو كده. انا بقى هسيبه هغطي عليه ولما يغلي واحنا شغالين ههدي النار عليه شويه. هطلع لحضرتك اللانشون اللي معايا في الميه. طيب خلاص، يا رب تكون الحلقه النهارده عجبت حضراتكم. ان شاء الله استنونا بقى الحلقه الجايه باذن الله هنسوي فيها كل الحاجات اللي احنا عملناها طول الاسبوع اللي فات لتحضيرات المدارس، هنسويها مع بعض ان شاء الله ونشوف هنقدم السندوتشات لاولادنا في المدرسه ازاي. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، ان شاء الله يتجدد لقائنا الحلقه الجايه. استنونا حلقه مهمه جدا، واسيبكم دلوقتي في امان الله واقول لكم سلام عليكم.